النهارده كان في اجتماع في الاتحاد المصري لكرة القدم للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، كابتن حسام البدري ومعاونيه. ومن خلال هذا الاجتماع تم التطرق لعدد كبير من الأمور، أبرزها طبعا اللاعبين المحترفين اللي تم اختيارهم عشان يتم استدعائهم لمعسكر المنتخب القادم اللي هيتخللوا ماتشين مهمين جدا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم. أول مباراة مع أنجولا ومباراة تانية مع الجابون، ماتشين مهمين وصعبين جدا جدا جدا. وبصراحة يعني أنا عندي ثقة في الكابتن حسام البدري، تمام؟ أدي رقم واحد. رقم اتنين، نفسي جدا جدا يكون في مراعاة للشعب المصري ده اللي بيبقى بيستنى أي حاجة حتى لو بسيطة عشان تفرحه. إحنا عايزين نفرح، عايزين نوصل كأس عالم، مش عايزين نقعد 20 سنه تانية او 30 سنه ولا 40 سنه عشان نوصل بطوله كاس عالم تانية، خصوصا ان احنا عندنا الامكانيات بصراحه وعندنا لعيبه كويسين. ففي كل الاحوال الاجتماع كان مهم، وتم التطرق كمان بخصوص اللاعبين المحليين اللي هيتم اختيارهم في المعسكر القادم. فتم الاستقرار على 5 محترفين اللي هم مين بقى؟ محمد صلاح من ليفربول طبعا نجمنا الكبير، احمد حجازي طبعا احد اللاعبين المتميزين بيلعب في اتحاد جده السعودي، محمد النني نجم ارسنال الانجليزي، احمد حسن كوكا نجم اولمبياكوس اليوناني. وبالمناسبه في احتمال حتى الان ان احمد حسن كوكا يرحل عن نادي اولمبياكوس، ومصطفى محمد طبعا نجم جلاتا سراي التركي. خماسي مميز واللعيبه كلها كبيره، ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه للمنتخب في المرحله المقبله، وهيتم الاعلان عن المحليين لاحقا. وبالمناسبه المعسكر هيبتدي يوم 28 من الشهر الجاري باللعيبه المحليه، وبعد ما تبتدي الاجنده الدوليه هيتم طبعا تواجد المحترفين ويبقى المعسكر باللاعبين كلهم، وده اعتقد هيبقى بدايه من يوم 30 اغسطس باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الاول والكابتن حسام بدري وجهازه معاه، نتمنى لهم كل التوفيق. خلينا بقى كمان نروح للترند العالمي وابرز الاخبار العالميه، لان ده امر بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان احنا بيبقى عندنا بعض اللاعبين المحترفين المميزين وابرزهم طبعا محمد صلاح. فنبتدي ب حساب البريمير ليج على تويتر، واللي بيقول ان صلاح اول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات افتتاحيه للدوري بعد تسجيله هدف في مباراه امس امام نوريتش سيتي. صلاح للموسم الخامس على التوالي من ساعه ما جه ليفربول كل مباراه افتتاحيه لليفربول في الدوري بيحرز هدف، فده رقم تاريخي ما حصلش قبل كده خالص خالص لاي لاعب من ساعه ما جه الدوري الانجليزي. ف يعني صلاح بيعمل رقم تاريخي جديد، امبارح احرز هدف وعمل 2 اسيست وعمل مباراه اكثر من رائعه. لكن احنا لسه موجودين مع محمد صلاح واخباره، وكلام اكيد كتير جدا عليه لان هو احد ابرز اللاعبين في الدوري الانجليزي. نروح لحساب في الجول على تويتر اللي بيقول ان اللاعبون الاعلى تقييما في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت بحسب موقع هو سكورد، محمد صلاح بتقدير 9.21، برونو فرنانديز 9.7 جاب هاتريك برضو امبارح، وبول بوجبا اللي عمل 4 اسيست في مباراه واحده ب 8.99. فصلاح هو ابرز لاعب في الجوله الاولى في الدوري الانجليزي حتى الان. هنشوف طبعا مباريات النهارده، كان في ويستام وكسب 4، وفي مباراه بتتلعب في هذه اللحظات ما بين توتنهام ومانشستر سيتي اكيد مباراه ناريه. خلينا نروح لخبر اخر بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح، وده من خلال يلا كوره وتصريح مهم جدا ليورجن كلوب المدير الفني ليفربول، وقال ان صلاح تدرب بصوره جيده والخط الامامي اظهر حده كبيره جدا خلال مباراه الامس، لكن صلاح هو صلاح وبمجرد ان تبدا المنافسات ينتقل الى المحركات التاليه لانه فتى تنافسي للغايه، من الجيد ان يكون لديك في الفريق. يعني إشادة كبيرة جدا جدا من يورجن كلوب طبعا مدير الفني لليفربول بنجم ونجم فريقه محمد صلاح. نتمنى له الاستمرار على هذا المنوال، وإن شاء الله يجيب هداف كمان الدوري السنة دي، وليه لأ ما يجيبش بطولة الدوري للمرة الثانية في تاريخه مع ليفربول. طيب ده كان الترند العالمي، خلينا كمان نروح نشوف مشاركات حضراتكم ورأيكم في أداء النادي الأهلي امبارح من خلال الصفحات الرسمية لقناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر. فنبتدي بمحمد عبد الراضي والقيم اداء النادي الاهلي من خلال مباراته امام انبي امبارح، وقال اداء الاهلي اكثر من جيد وافضل من مباراه الاسماعيلي السابقه، لابد من استمرار الفوز في المواجهات القادمه وعدم النظر الى نتائج الاخرين، والدوري اهلاوي باذن الله. طبعا يا محمد كلام مميز جدا.
شاكر محمد قال ايه؟ قال اداء تكتيكي رائع جدا وجمل فنيه رائعه جدا وتمركز لاعبين جميل جدا، ماشي. اداء دفاعي وهجومي مثالي في بعض الاحيان، في سوء في الفينش، لكن الحمد لله كسبنا وان شاء الله الدوري في الجزيره باذن الله تعالى. خلينا كمان ناخد تعليق اخر. رضوى سامي الجابري قالت اداء جماعي وارتياحيه اهم حاجه، الاستمرار، عارفين انهم تعبوا الموسم ده قوي بس احنا واثقين فيهم، كملوا واحنا في ظهركم الدوري يا ابطال العشر. يعني دي كانت بعض التعليقات وبعض من اراء حضراتكم بخصوص اداء النادي الاهلي في مباراته الامس امام انبي. مبروك النادي الاهلي فوز بثلاث نقاط، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وافضل بكثير. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج باذن الله. سلام.